عندها ولدين منهم ولد عنده من ذوي الهمم، فده بيأخرها عن بعض الصلوات أو تجمع بين الصلوات بعضها مع بعض. بتسأل هل هذا جائز أم لا؟ طيب دعنا نتفق ان احنا ندعو لها انها ربنا يوفقها ويعينها على هذه الأمانة العظيمة اللي ربنا ادهلها، اللي هي طفلة من ذوي الهمم أو طفل من ذوي الهمم. دي أمانة عظيمة ودي هدية من ربنا سبحانه وتعالى عشان يزيد بها الأجر. بس خلينا نتفق على حاجة، عمر ما الصلاة هتشغلنا أبدا عن رعاية أولادنا. يعني الصلاة بتنظم الوقت اللي احنا عايشين فيه. احنا نقدر الصلاة ما بتاخدش منا أكثر من 10 دقائق، يعني احنا ممكن نخش دورة المية نقعد 10 دقائق دول، فاحنا ممكن نصلي الصلاة من غير ما نهمل في حق أولادنا. الصلاة من رحمة ربنا إن وقتها موسع. بتسأل عن الجمع دكتور أبو اليزيد، لا يجوز الجمع من أجل ذلك. نعم. اللي بتعمله ده ما اسموش جمع، اللي بتعمله ده اسمه تأخير الصلاة عن وقتها. نعم. هي بتعمل إيه؟ هي بتتراكم عليها ال4 صلوات ولا ال5 صلوات فتصليهم في آخر اليوم وتقول علشان ابني او بنتي دوت انا برعاه. نعم. فاحنا بنقول لها لا، الصلاه مش هتاخد منك وقت كبير، الصلاه كلها هتاخد منك 10 دقائق الصلاه الواحده، فتقدري تعملي دوت وتراعي اولادك وتاكدي انك طالما تقربتي الى الله سبحانه وتعالى ربنا هيعينك على تربيه اولادك. تمام. ونهمس اليها ابشري بما من الله عز وجل عليك من هذه النعمه في بيتك، ستجد الخير، ستجد التيسير، ستجد الصبر، ستجد العون من الله عز وجل. أبناؤنا ذوي الهمم نعم من نعم الله عز وجل في بيوتنا، بهم تستزيد الأرزاق، بهم يفتح الله الأبواب، بهم يتنزل الرحمات، بهم تنزل السكينة على البيوت. أسأل الله لك العون وأسأل الله لك الأجر.